حبايب من أصدقائنا اليوم أنا في برلين بوتانيش غارتن، راح أصور لكم هاي الحديقة كلش حلوة. طبعا هاي الحديقة صايرة في برلين اسمها بوتانيش غارتن، بها مزروعات من أفريقيا من أمريكا من كل الدول مال العالم. ومثلا هاي مثل ما تشوفون هاي عبارة عن زرع يتحرك، يعني مثل ما تشوفون. ان شاء الله يعجبكم الفيديو مال اليوم، شوف شلون، خليكم ويانا. تمام حبايبنا، طبعا العمارة هي كلش حلوة، المبنى كلش حلو، وبي مثل ما قلت لكم زرع ورود من كل العالم، خليكم ويانا. أنا جينا لهذا المكان. حبايبنا طبعا أنا دا أصور لكم اليوم حديقة اسمها بوتانيشا غارتن. هاي الحديقة صايرة ببرلين مع المزروعات من كل دول العالم. نعم، هذه الحديقة مثل ما قلت لكم موجودة ببرلين اسمها بوتانيشا غارتن، طبعا بها من أفريقيا، زود أمريكا، يعني شمال أمريكا، جنوب أمريكا، وكل شيء. مثلا لكم هاي هنا مهمات زرعات يتحركن، الزرعة هي بالألماني نسميها فلانسة. فشوفوا هاي، شوفوا هاي شلون تتحرك الزرعات كلهن. يلا خليكم معنا. شوفوا هاي الزرعة من تحط ايدك عليها تنسد، شوفوا بس هي مفتوحة، راح اخلي ايدي عليها، شفتوا شلون انسدت. شوفوا هاي الثانية. سبحان الله.
شوفوا هاي هنا عندنا غوصة. طبعا هاي كلها زرعت من كل ألمانيا يعني معروفات، أو العفو من كل آسيا وأفريقيا، كل دول العالم هاي الزرعات أنا موجودة يعني، مو بس من ألمانيا. هذا الجذع ايش كبره، جذع مال الشجرة، سبحان الله. هذا يعني محطوطات بغرفة واحد، هنا ذا نصارا مالت الصحاري مال الصحراء، هذا يعني المزروعات. طبعا هاي الحديقة جدا 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 حلوة، انصح كل واحد عايش بالمانيا يجيها، بوتانيشا جارتن اسمها بالبرلين، جدا جميلة جدا، واو فتشي روعة. شوفوا هاي الشجرة، هاي الشجرة بس الجذوع مالتها صارت هيك.
هاي شجر السكر الشكر. يا جوايس ايش زيه؟ شوف هذا الشجر الحلو، اشجار عظيمة حلوة كلش. واو، كلها مع الصحراء. Aha. Diese eine warm deutsche Recht. Oder was? Hier. Machen. Ja. Ja. Was ist los? Ich habe mich erschrocken, habe gesagt, hä? Was soll das heißen? هذا هنا عندكم الموز، وهنا عندكم شجرة الكاكاو. طبعا هاي هنا نغلي فيها حتى ما حد ياخذ منها. Thank you.
حاجة اسمها بابايا، بابايا بالألماني، بالعربي ما أعرف إذا موجودة أو لا. هنا عندك الأناناس، زرت الأناناس الجميلة. هاي اسمها زولينيوم، ما اعرف شنو هو. ها هي باذنجان. ما عندكم الفلفل الاسود، هاي كلها بهارات. زعفران موجود، طبعاً بيت ثاني جديد وبها مات مزروعات حلوة، كلش حلوة. شوف هذا شلون لازقة بالجذع، واو سبحان الله. طبعا كلهم بهن اسماء، بس اسماء ما اقدر اقراها يعني غريبة جدا. احنا هسه باوروبا، حديقة اوروبا. الله الله الله، شنو هذا الجمال؟ منو منكم يحب المزروعات بالبيت بالكذا؟ صورونا راونا بالتعليقات. طبعا انا هنا راح انهي الفيديو لان الفيديو صار طويل، وإن شاء الله انتظروا الحلقة الجاية، راح أسوي حلقة ثانية، يمكن حلقة ثالثة، انتظروها. وإن شاء الله تونسكم. يلا بوساتي حبايبي.